بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المتابعون الكرام في هذا الفيديو الجديد على قناتنا، والذي سنتكلم فيه إن شاء الله عن ملف رخص البناء في الجزائر. قبل أن نبدأ في هذا الموضوع أيها الأحبة الكرام، نطلب منكم جميعا الاشتراك إذا كنتم تتابعونا لأول مرة، وذلك بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو صابوني، هذا الزر الأحمر الذي يكون أسفل هذا الفيديو، مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في هذه القناة. أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا كنتم تريدون تصاميم عصرية وبأسعار مناسبة، ونبدأ لكم التصميم من البداية إلى النهاية، سواء كانت عندكم رخصة بناء أو عندكم قطعة أرضية وتريدون لها تصميم من البداية إلى النهاية، بإمكانكم الاتصال بمكتبنا ونصمم لكم عن بعد. هذا هو رقم الهاتف 06-69-34-63-06، وهذا هو الإيميل وصفحتنا في الفيسبوك أكرم شور في ألجي، وهذا حسابنا على الواتساب والتليجرام والفايبر والإيم، وهذا أيضا حسابنا على تويتر والإنستغرام. فقط اتصلوا بنا وسنصمم لكم ما تريدون بطريقة عصرية وبأسعار مناسبة للجميع إن شاء الله. ونذهب إلى موضوعنا أيها الأحبة الكرام باختصار، ملف رخص البناء في الجزائر. الملف الإداري والتقني. طلب رخصة البناء. مرجع رخصة التجزئة: قرار السلطة المختصة الذي يرخص إنشاء أو توسعة مؤسسات صناعية وتجارية المصنفة. شهادة قابلية الاستغلال. مخطط الموقع والكتلة. التصاميم المختلفة على السلم 1/50 أو 1/100 أو 1/200. مذكرة تتضمن الكشف الوصي والتقدير الأشغال دراسة الهندسة المدنية. وسنتطرق إلى هذه المواضيع يعني باختصار أيها الأحبة الكرام، التي ستكون في ملف رخص البناء. الإيداع: يودع الملف في ثلاث نسخ الخاصة بالسكنات الفردية. بالنسبة للسكنات الخاصة ذات طابع سكني، يكون الملف فيها ثلاث نسخ، والسكنات التي تكون ذات طابع تجاري أو مشاريع تكون في ثماني نسخ. تكمل يعني الثلاث نسخ الخاصة بك، يعملهم لك المكتب الدراسات، ثم تودعهم في مقر مجلس الشعب البلدي أو في السيرفيس تكنيك أو أي المصلحة التقنية الخاصة ببلديتك أيها الأخ الموفق، ويعطوك يعني وصل إيداعي يسلم في اليوم ذاته. أجل التسليم: تسلم رخص البناء في جميع خلال 20 يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب، يعني بعد 20 يوم إذا كان الملف الخاص بك لا يوجد فيه أي خطأ، يعني بعد 20 يوم إن شاء الله تستلم الرخصة الخاصة بك. نذهب الآن كما قلنا سابقا أن رخصة البناء تحتوي على عدة ملفات. تحتوي رخصة البناء على ملف خاص بالهندسة المعمارية وملف خاص بالهندسة المدنية. الملف الخاص بالهندسة المعمارية نذهب إليه الآن. هذا هو الملف الخاص بالهندسة المعمارية، يطبع في ورقة كبيرة على سلم 1/50 بالنسبة للسكنات التي تكون يعني ذات مساحات ليست كبيرة، مثلا 150 200 حتى 300 متر. إذا كانت السكن كبير يطبع في مقياس 1/100. يحتوي الملف الخاص بالهندسة المعمارية على الطابق الأرضي السطح، إذا كان طلب العميل مثلا يريد طابق أرضي زيد أول زيد ثاني زيد سطح، أيضا يوجد في يعني يعمل له المهندس المعماري طلباته على حسب ما يطلب الزبون. نحن هنا الزبون طلب إلا طابق أرضي وسطح فقط. الطابق الأرضي يحتوي على طلبات الزبون، مع العلم وضع مع العلم يعني أن البناء لا يتجاوز 80% من المساحة المبنية كاملا، من المساحة الكلية، يعني المساحة المبنية لا تتجاوز 80%. مثلا عندك مساحة الأرض الخاصة بك 200 متر، يعني لازم ما تبنيش فوق من 160 متر، من 160 متر واهبط باه تبني، والآخر كله يقعد فيد، يقعد يعني كور أو جردة. هذا هو قانون رخصة البناء 80% أو أقل.
أيضا كما قلت لكم سابقا، هذا الملف يحتوي على الطابق الأرضي أو الطوابق، طابق أرضي زائد طابق أول زائد طابق ثاني على حسب طلبة العميل زائد سطح. أيضا يحتوي على الواجهات المعمارية، يحتوي على المقاطع العرضية، ويحتوي على مخطط السقف ماذا على ماذا يحتوي. وكل مخطط يعني لو نبقى معه الوقت لا يكفي أيها الأحبة الكرام، هنا أشرح باختصار لكي لا أطيل عليكم. هنا يحتوي أيضا على مخطط الأساسات، هنا الكرتوش الخاص به يحتوي على معلومات المهندس المعماري، يحتوي على المنطقة التي تكون فيها هذا البناء، أيضا متر دوفراج هو صاحب السكن، هنا أين يضع الإمضاء الخاص بالمهندس المعماري، واسم المشروع هنا يكون، والبلون أو المخططات على ماذا يحتوي هذا المخطط كاملا. مثلا هنا يحتوي على ريتشوسي ومخطط سطح ومخطط سقف وواجهة ومخطط أساسات ومقطع عرضي. نذهب الآن إلى الملف الخاص بالهندسة المدنية، يحتوي على مخطط خاص بالليزاكس بوتو أو الأعمدة، أيضا يحتوي على ملف خاص بالقواعد أو السمال. كما ترون كل سمالة في هذا الجدول مكتوب فيها كم طولها وكم عرضها وكم يعني ارتفاعها إلى آخره، هذه أمور خاصة بالهندسة المدنية. أيضا السلم والأمور التفصيلية الخاصة به ونوعية الحديد والتسريح الخاصة بهذا السلم. أيضا هنا مخطط الأساسات على ماذا يحتوي أيها الأحبة الكرام، أمور خاصة بالصرف الصحي، أمور خاصة بالتسليح، أمور خاصة بالقواعد، يعني أمور كثيرة خاصة بالهندسة المدنية يحتويها ملف رخص البناء كما ترون أيها الأحبة الكرام. هذا الفراياج دو نيرفير، هنا عندنا فراياج دو بودر، وفراياج دو شيناج، هنا التسليح الخاص به، وهنا عندنا ليكوب سير بلانشي. المهم هذه أمور خاصة كاملا يعملها لك مكتب الدراسات الذي ستعمل عنده رخص البناء. بإمكانك أيها الأخ الموافق إذا كنت تتابعنا، إذا أردت أن نعمل لك رخص بناء مثل هذا التصميم الذي تراه أمامك على حسب طلباتك أنت، ونعمله لك من الأول إلى الأخير، يعني من البداية إلى النهاية، بإمكانك الاتصال بنا في الأرقام الظاهرة أمامك ونحن سنصمم لك كل ما تريد. نذهب الآن إلى الأمور الخاصة بالوثائق الخاصة برخص البناء، أيضا تحتوي على بطاقة وصفية مكتوب فيها صاحب السكن من هو، المشروع ما هو، اسم المشروع، طلب رخص البناء، طابق أرضي زائد سطح أو طابق أرضي زائد أول زائد ثاني زائد سطح، العنوان تجده في الملكية الخاصة بصاحب البناء، رقم الحصة أيضا تجده في الملكية، المساحة تقدرها تحسب المساحة الخاصة برخص البناء من هنا، المساحة المبنية تحسبها من هنا، والمساحة الغير مبنية أيضا تحسبها من المخططات وتكتبها جميعا هنا، تكتب جميعا هنا المساحة المبنية، المساحة الكلية تكتب هنا تجدها في الملكية مثلا 200 متر، المساحة المبنية 160 متر، المساحة الغير مبنية 40 متر مربع، الحدود أيضا تجدها يعني الجيران التي تحد هذه القطعة الأرضية، أيضا التعيين كم تحتوي كم يحتوي هذا المخطط من غرف من قاعة استقبال في الطابق الأرضي أو الطابق الأول أو السطح، أيضا كم يحتوي المطبخ من حمام من مرحاض من مرآة من باهو إلى آخره، ثم في الأخير يوقع المهندس المعماري هنا. أيضا التقرير المعماري أين يقع هذا المشروع، المال الملكية إلى من ترجع حسب العقد كذا إلى آخره، هذه كامل المعلومات تكتبها وتجدها في الملكية. أيضا تحسب الكوس والسيواس يحسبها لك المهندس المعماري، حدود المشروع، المحاور الأساسية المجاورة لهذا المشروع، الواجهة الخارجية تعمل، يوجد وصف لهذه الواجهة، كيف عملنا هذه الواجهة، من ماذا تتكون، من مواد بناء إلى آخره، الألوان إلى آخره، التدخل الوظيفي، مواد البناء، وفي الأخير يوقع المهندس المعماري هنا، هذا في التقرير المعماري. أيضا تحتوي على الغلاف الخاص بالتقرير المعماري والغلاف الخاص بالبوادر شيف أو صندوق الأرشفة،
الذي ستوضع فيه جميع هذه الأوراق بعد طباعتها، توضع في صندوق الأرشفة، وصندوق الأرشفة يدفع في البلدية. أيضا صاحب المشروع، المشروع ما هو، العنوان، المساحة الكلية، المساحة المبنية، مدة الإنجاز. وهنا يكتب المهندس المعماري المعلومات الخاصة بمكتب الدراسات الخاص به. هنا أيضا الكشف الكمي، كم يحتوي من إسمنت، من إسمنت أبيض، أبيض من حصى، من حديد. تروني أنني أسرع لكي لا أطيل عليكم أيها الأحبة الكرام. هنا أيضا صاحب المشروع، من هو، المشروع، الموقع، رقم الحصة إلى آخره. ثم في الأخير يوقع المهندس المعماري. أيضا هنا هذه خاصة بالمهندس المعماري والمهندس المدني. يجد المهندس المدني بأن فلان من فلان المولود بتاريخ كذا، الحائز على قطعة أرض معدة للبناء، سكن بموجب عقد رقم كذا، قطعة أرض في إطار التخصيص الاجتماعي كذا، تحمل رقم كذا، ببلدية كذا، مثل بلدية الجزائر، مساحتها 200 متر، وإلى آخره. هذه كامل يعملها المهندس المدني. أيضا هذا هو الكشف الكمي. دقيقة خليه يفتح فقط. هذا الكشف الكمي أيضا ترونه، الكشف الكمي والتقديري، طلب رخصة بناء. هذه جميع هذه الوثائق توجد في رخصة البناء. مثلا هنا كم نزع التربة النباتية، كم المساحة التي ستنزع التربة النباتية الخاصة بها، كم ستحفر من حفرة، الكمية، الوحدة، السعر، المبلغ، الردم، الزيادة، الخرسانة، أنواعها إلى آخره. كل شيء مكتوب بالسعر الوحدي، بالكمية، بالوحدة إلى آخره. هذه كامل مطلوبة. أيضا مطلوب في رخص البناء لو بلان دو ماس اي لو بلان سيتياسيون، وهو مخطط الكتلة ومخطط الموقع. مخطط الموقع يحتوي على معلومات هنا الولاية، الدائرة، والبلدية. مخطط الموقع هنا اسم المشروع، وهنا صاحب السكن، صاحب هذه القطعة الأرضية، وهنا أين تقع، وأيضا هنا المساحة المبنية، المساحة الكلية تكتبها هنا. هذا هو مخطط الكتلة على ماذا يحتوي. أيضا يحتوي على المخطط الكتلة أيضا يحتوي على المقياس الرسم كما ترون أيها الأحبة الكرام. وهنا نرى أيضا القطعة الأرضية أين تحتوي، مع الأرقام، مع كل شيء، المحيط المجاور إلى آخره. نذهب الآن إلى مخطط الكتلة. أيضا نفس المعلومات التي توجد في المخطط، التي توجد في مخطط الكتلة نجدها في، التي توجد في مخطط الموقع نجدها في مخطط الكتلة. نفس المعلومات كما ترون أيها الأحبة الكرام، فقط الاختلاف يختلف في المقياس الرسم. وهنا نجد هذه هي القطعة الأرضية التي قمنا بتصميمها، وهنا الجيران الخاصين بها، وهنا نجد يعني الأمور الخاصة بالتوصيل من غاز وكهرباء، وأمور خاصة بالصرف الصحي إلى آخره، كيف توصل إلى هذا السكن. هذا باختصار أيها الأحبة الكرام ما أردت أن أوضحه لكم. وعندنا مدة لم نعمل الفيديو، أردت فقط توضيح لكم رخصة البناء ماذا يوجد فيها. وإذا أردتم أن نصمم لكم، سواء كنتم داخل الجزائر، هو يعني الحمد لله معظم جميع ولايات الجزائر صممنا لهم، كل شخص يعني تصميم زي منهم، صممنا لهم مخططات ذات مساحات معينة، عدة أناس من الجزائر، من جيجل، من أدرار، من بسكرة، من تيبسة، من وهران، من تلمسان، معظم الولايات يعني الحمد لله صممنا لهم. لا تتردد أيها الأخ الموفق في الاتصال بنا، وسنصمم لكم. إذا أردتم أيضا أن نصمم لكم رخصة بناء، سنصممها لكم ونعطي لكم الشروط، كيفية كيف أن نصمم لكم، وكيف نتواصل معكم، وكيف يصلك الملف، ثم تدفعه أنت في البلدية، وأي تغيير نحن نغيره لك مجانا أيها الأخ الموفق. إذا كنت أيضا أيها الأخ الموفق تتابعنا من خارج الجزائر، سواء من السعودية، من الإمارات، من فرنسا، من أمريكا، من عدة دول، والحمد لله يعني عدة أناس تواصلوا معنا من عدة دول صممنا لهم. إذا كنت يعني خارج الجزائر بإمكانك التواصل معنا عبر صفحتنا في فيسبوك أو حسابنا في الواتساب أو الفايبر كما ترون أيها الأحبة الكرام. وإلى فيديو قادم، لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو،
ودعمنا بالإعجاب والمشاركة له، وأيضا إذا كان عندكم سؤال اكتبوه لنا في التعليقات، إذا كان عندكم اقتراح اكتبوه لنا في التعليقات. وهذا هو، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.